غادي نديروا الحصه الثانيه في الفرنسيه كما وعدتكم، واليوم ان شاء الله غادي يكون عنوان ديال الدرس ديالنا هو لي فامي دومو. لي فامي دومو، باش تفهموا شنو هي لي فامي دومو، هادشي اللي غادي نبينو مع الدراري ديال الجروب ديالنا في الواتساب. اذا انتقلوا للمجموعه ديالنا باش نتحدثوا كاملين. الكور اليوم يعني هو لي فامي، غادي نشوفوا لا ديفينيسيون ديال هاد لي فامي دومو باش نعرفوه. حنا راه ما كنداولوا بهم هاد لي فامي دومو ولكن ما كنعرفوهمش. غادي نهضروا فيه بارتي فيه فامي دومو، وغادي نهضروا على واحد لو بارتي اخرى بلا ما نحرقوا الوقت حتى نوصلوا ليها. اذا غنهضروا على لا فامي دومو، راه باين لا فامي هي العائله، لومو الكلمه. اذا الكلمات اللي كيقولوا لينا اللي كيكونوا من نفس العائله، كنسمعوا هاد الكلمات من نفس العائله، يعني نفس عندهم نفس تقريبا المعنى، يعني نفس الاسره كيتجمعوا، ماشي اسره في اسره ولكن عندهم نفس دومين، دومين واحد او ولا طبيعه كيتجمعوا كاملين في واحد المفهوم. هذاك المفهوم يعني مشترك بيناتهم كاملين. هادشي اللي غادي نشوف لينا سيغتان مو بوفون سو غروبي اومو، يعني كاينين شي كلمات يقدو يتجمعوا كعائله، يعني لي مو لي فامي دو مو زون اون بارتي كومون كون ابل لو راديكال. اذا هاد لي فامي دو مو كتكون عندهم واحد لا بارتي، هي لا بارتي شكون نقولوا ليها بارتي هاد بلا مستنى راجي، هاد كتكون عندهم واحد المساحه ولا واحد القطعه لا بارتي، واحد القطعه مشتركه اون بارتي كومون، هي واحد القطعه مشتركه بين هاد كاع لي مو اللي كنسميوها الغاديكال، كتسمى لو غاديكال. هاد لو غاديكال هو اللي كيشرك هاد لي مو كاملين. اذا هاد لو غاديكال شنو هو؟ لو غاديكال دو لوغ دون ان سونس كوم، يعني كل وحده هذاك لو غاديكال كيعطيها واحد المعنى اللي هو مشترك بيناتهم، كيكون واحد المعنى مشترك بيناتهم. يعني بحال اش غنديروا مثال، مثلا اكزومبل عندنا بيجو، بيجو كنعرفوها هي جوهره، بيجوتي هو الجواهري هذاك اللي كيبيع الجوهرات، بيجوتري هو المحل ديال صنع الجوهرات. فهمتوه؟ يعني شنو هو لو غاديكال؟ لو غاديكال ديالي هو هذا اللي ما كيتبدلش، كيعطيني لو سونس، يعني كل كلمه عندها واحد لو غاديكال، وهذا الغاديكال كيغير ليا الشكل ديال الكلمه ولكن كيخليهم في نفس عندهم نفس لافامي، يعني كنهضر في نفس المجال. فهمتوا هذا لا فامي دومو؟ نعم، يعني هاد لو غاديكال كنهضروا ديما في واحد لابارتي كومين، في واحد المنطقه اللي كتكون مشتركه بيناتهم، وهاد المنطقه المشتركه هي هاد لو غاديكال. كيبقى ديما عندي لو غاديكال ولكن كيتبدل ليا لو سونس ديال المعنى، كنبقى محافظ على لو غاديكال ديالي ولكن الكلمه كيتبدل لو سونس ديالها، واخا كيتبدل لو سونس ديالها كيتبدل في واحد المنحل اللي قريب لهذاك لو غاديكال، يعني غادي مع داك لا فامي ديال داك لو غاديكال. جوهره، جوهري، مصنع الجواهر. مثلا نديرو مثال اخر باش يبان لكم، عندنا اوغور هي الساعه، لوغور اوغيري هي هو الساعاتي اللي كيبيع الساعات، وهنا اللي كي المحل ديال اللي كيصلحوا فيه الساعات. ديما كيكون عندي لو غاديكال اللي ما كيتبدلش عندي هو هذا، ها هو ما كيتبدلش لو غاديكال، شوف، ولكن كيعطيني كل كلمه كيعطيها واحد لو سونس، وداك لو سونس كيكون مشترك. واضحه شي شويه الفكره؟ نعم. غادي نمشيو نشوفوا واحد لابارتي اخرى عاوتاني. قلنا لي مو دو لا ميم فامي، هذوك الكلمات اللي شفنا الميم فامي بحال اللي شفنا في الاولين، نو سون با تو دو ميم ناتور، ما كيكونوش بنفس الطبيعه، يعني كيكونوا متغيرين في الشكل الكتابه ديالهم، ولكن قلنا غير لو غاديكال هو اللي كنحتفظوا به. يعني وكاين بطريقه اخرى قد يكونوا كما قال لك اون تروف جينيرالمون دي نو دي فيرب دي ادجكتيف دي ادفيرب دون اون ميم فامي. اذا ما يمكنش يكونوا عندي كلهم عندهم نفس الغاديكال وبقى نقولوا غير لو نو لو نو لو نو لو نو، لا، يعني راه يكونوا عندنا ميم فامي ولكن غادي يكون سواء فيرب سواء نو سواء ادجكتيف سواء ادفيرب
ولكن كلهم هادو كيكونوا ميم فامي، يعني ديال ما كيكونوش عندهم واحد كما قالوا هنا لي مو دو لا دو لا ميم فامي نو سون با تو دو ميم ناتور، يعني راه ما كيكونوش كاملين بنفس الطبيعه. يقد يكون هنا اسم، يقد يكون مرة فيها، اللي قد يكون واحد مفعول به بالعربية. إذا باغ إكزومبل الأول عندي بيردغ، فقدان هو لو فيرب بيردغ، بيرت بيردغ بيرت، يعني فين هو عندي هنا بيرغ، هو لو غاديكال ولكن كيتبدل أدجيكتيف بيردو، فهمتوا بحالاش؟ يعني هما كلهم عندهم معنى واحد اللي هو فقدان الشيء، يعني ضيعت واحد الحاجة، ولكن هما قلنا لا ناتور ديالهم مرة كياخد كيجي على شكل فيغ، مرة كيجي على شكل لونو، ومرة كيجي على شكل ادفير ولا ادجيكتيف. فهمتوا دابا المعنى ديال لا بارتي ديال لا فامي دي جروب؟ نعم لا فامي دو نو. لازم نزيدو غنزيدو مثال اخر باش نعاودو نفهمو مزيان. فيبل هو ادجيكتيف، هو ضعيف. ادفيرب فيبلومون راه كيبقى ديما عندنا نفس لو راديكال كنحتافظو فيه، ولكن كيتبدل ليا لا ناتور ديال لومون. لا ناتور تقد تتبدل من لادجيكتيف، تبدل الادفيرب، وتبدل لينا لونو. اذا قلنا حنا الخلاصه ديال هذا القول هذا، يعني هاد لي مو كامل اللي كيكونوا عندهم ميم فامي راه ما كيكونش عندهم ميم ناتور. يعني لا ناتور منين قصدوا لا ناتور هما سوا غيكون فيغ، سوا غيكون ان نو، سوا غيكون ادجيكتيف. دابا هاد لي دو زيكزومبل اللي عندنا راه وضحوا الفكره، يعني ديما لو راديكال ديالي كيعطيني واحد لو سونس اللي هو كوما واضحه. استاذ نعم، شكون اللي ما بانتلوش مازال ما وضحتلوش الامور؟ نعم اتونسيون، parfois des mots de la même famille يقد يكون عندنا دي مو من نفس العائله زون سول سولمون كيلكو لاتر اون كومان، وكيكون عندهم شي كلمات او لا شي حروف هما اللي مشتركين بين هاد بهاد لي مو، مي ils ont une idée générale commune، وكيكون عندهم ديك الفكره العامه، يعني ديال داك لو مو كتكون الفكره العامه مشتركه، يعني سو سون بيان دي مو دو لا ميم فامي، رغم انهم ما كيكونوش ما كيكونش عندهم نفس لو راديكال، وكيتخالفوا في الكلمات او لا في الحروف، كيتزادوا شي حروف ولا كيتحيدوا شي حروف، في الاخير كيكون عندهم نفس المعنى، يعني المعنى كي غادي كنقلب على هذا المصطلح باش ندومينيه، هذيك لا فامي بحال اللي كنقول كنشركهم في واحد الدار، كيتجمعوا في واحد الدار، صافي. واش وصلت لكم فكره ولا ما وصلتها لكمش؟ انا نعطيكم مثلا اكزامبل باش تشوفوني علاش كنهضر. اكزامبل مثلا عندي هنا و اميغيغ اميغيغ ميغ اميغيغ، هما راه عندي شوه وخا مشاركين في كلمات، عندي مو مشاركين في كلمات، ولكن المعنى الاجمالي ديالهم يعني مشاركين بيناتهم، صافي. بحال اللي مشتركين هنا، بحال اللي كنقولوا الاصل ديالهم بحال من الارض، صافي. ها مثال اخر باش يبان لكم مزيان، مثلا ماغا، ملي كنقول ماغا هو كنقول بحري، ماغيتين هي البحريه، ماغا هو شي رجل بحري. كسمعوني مزيان؟ نعم. وماغيتين هي البحريه، يعني عندهم واحد العلاقه بين هاد الكلمتين، واخا انهم مشتركين غير في بعض الحروف ديال الكلمه. واش واضح هاد الشيء اللي قلنا دابا؟ زيد نعم. اذا البارتي الثانيه اللي غادي نهضروا عليها وقلنا اللي هي مهمه هي لغه ديكال. هاد لغه ديكال كاين اللي كيسمع لغه ديكال عارف شنو معنيه لغه ديكال، كاين اللي ما عارفش شنو معنيه لغه ديكال لاول مره كيسمعها، كيسمع شنو هي لغه ديك اول مره، سمع شنو هي لغه ديك، كاين اللي ما عرفش شنو هي لغه ديك، ولكن حنا غنحاولوا نبسطوا باش نفهموا شنو هو هاد لغه ديك. غادي نعطيو لا ديفينيسيون ديال هاد لغه ديك باش نفهموه كاملين، حيت ما حدنا حنا كنديروا واحد لا ديفينيسيون فرونسي كنحاولوا نشرحوها بالعربيه باش نتوما تبقاو عاقلين عليها باش ما تنساوهاش.
ياكي. دابا لا ديفينيسيون، ا بارتيغ دان سول مون دو باز، ا بارتيغ دان سول مون دو باز، اون بو اون فورمي دوتر. ils ont alors tout une partie commune appelée le radical. اذا انطلاقا من اسم واحد، من هذاك الاسم ديال الاسم الاساسي او الاسم كما كنقولوا حنا، المهم واحد الاسم اساسي، نقدو اننا نعطيو بزاف ديال لي مو، نفورميليو بزاف، نفورميو بزاف، نكونو بزاف ديال الكلمات وحدين اخرين، وهذوك الكلمات كلهم كينتميو لواحد القطعه اللي ولا واحد البلاصه اللي مشتركه، اللي عندهم واحد القطعه مشتركه اللي كتسمى لغه ديك. كما شفنا بيجو، بيجوتي، بيجوتوري، شفنا بان عندهم ميم لو مو هو بيجو، جبدنا منه بزاف ديال لي مو، ولكن كينتميو عندهم نفس لغه ديك. هادشي شفناه في الفقره الاولى. استاذ نعم، هنا باغ اكزومبل غادي ا بارتير ديال لو مو شون، هاد لو مو شون اون بو فورمي لي مو. مثلا عندي شون، غادي نقولو شونتي، شونتوز، صافي، شونسون، يعني بزاف ديال لي مو اللي قد نكونهم ا بارتير من هاد لو مو اللي قلنا لو شون ولا هاد الشون. واش فهمتوا دابا كيفاش المقصود باللغه ديكال؟ هاد ليكزومبل اللي قلنا عليه هو لو فيرب شونتي، خدينا لو راديكال شون، يعني من واحد لو نو، ان سول نو دو باز هو لو شون، درنا فورمينا بزاف ديال لي مو، منهم شونتي، عاوتاني لو شون شونتور، لو شون شونسون، لو شون ويا غادا بزاف كاين. دونك لا بارتي كومون اللي كاينه بين هاد لي مو كاملين كنسميوه لو راديكال، اللي هو الشون، هذا هو لو راديكال. حتى في لا كونجيكيزون اللي كنبغيو نديرو لا كونجيكيزون، خاصني نعرف لو راديكال، لو راديكال دو مو، من هنا غنبقى نعرف انا فين هو لو راديكال. صافي، اذا هاد لا بارتي مشتركه قلناها هي لو راديكال، اللي هي الشون، وخديناها من لو مو دو باز اللي هو شون، هذا هو لو مو دو باز، خدينا منه لو راديكال شون، وخرجنا منه بزاف ديال لي مو، ها المو الاول، مو الثاني، مو الثالث، ونقدو نزيدو بزاف ديال لي مو. شونتوز، شونسولوري، بزاف كاينين. صافي، دابا لا غومارك اللي خاصنا ننتبهو ليها، قالك باغفوا لو راديكال نو سو موديفيون با، اذا بعض المرات لو راديكال ما كيتبدلش. صوت، صوتي، صوتور، سمعتي، ما كيتبدلش لو راديكال، هو اللي بالاحمر ما كيتبدلش. صافي، كيبقى دائما لو راديكال هو لو راديكال. مثلا بحال مونج، مونجي، صافي، لا مونج. المهم كاين بزاف، ملي غتشوفوا في الديكسيونير غتلقاو بزاف ديال لي مو كيكون عندهم ميم راديكال، ولكن كيتجمعوا كلهم في واحد الجروب دو مو اللي كيتسموا لا فامي دو مو، يعني كلهم عندهم نفس المجال كيتجمعوا فيه. اذا هنا بارفوا لو راديكال بو، هنا لو راديكال بو بارفوا شانجي لا فويال دو مو بريميتيف. عندنا مثلا ما ومانويال، يعني ملي كنقولوا كيشونجي لنا لا فويال دو مو بريميتيف، هذاك لو مو بريميتيف بحال اللي كيبدل لنا لو سونس ديال لو مو توتال. اذا عندنا هنا اي، ومنين درنا ا، يعني بحال اللي كيتبدل هنا ما 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 مانويال، كنقراهم بحال تقريبا، ولكن ما عندهمش علاقه بلا فامي. ما مانيوال، ما مانيوال، هادي راه باينه شي شويه بحال اللي معكسه، ما كي غادي باش نشرحها لكم، ما عرفتش انا كي غادي باش نوصلها. هنا il peut aussi changer la consonne finale، هاد لو راديكال يقدر يتبدل ليه لا كونسون فينال. مثلا يكون كيكون كيسالي بالاس يولي يسالي بالسي اش، كاينين دي فيرب بحال هكا، فريش فريشير، كيتقراو فخي فريشور، كيتبدل لهم لو راديكال، كيتبدل لو كونسون فينال. وهادشي دابا اللي كاين في هاد لي فامي دو مو، ومني غنديرو لي زيكزيرسيس غادي يبانو لينا مزيان. واش كان انا ظنيت بان بحال شي شويه لو كور ما وصلش.
إذا الحصة الثانية غتكون نفس العنوان لا هو لا فامي دومو، وغادي يكون لتحت، ما غتكونش الحصة الثانية ولكن غيكونوا تمارين. صافي، وهذوك التمارين ملي غادي نديروهم غادي نفهمو مزيان بحال اللي درنا في الحصة الأولى ديال لي زالفابي. راه كاين واحد جوج حصات من مورا لي زالفابي ما بغيتش نديرهم، قلت اللهم نبدا نيشان لأنهم داخلين هنا، داخلين مع الدرس هذا، قلت نبدا في هذا الدرس هذا نيشان. وفي التمارين ملي غادي نديرو التمارين غادي يبان لكم مزيان هاد لي فامي دومو، غتفهموهم مزيان. صافي، إذا هادشي اللي كاين في هاد الحصة هادي. شوفوا إلا كان، شوفوا مع ديك البنت ديال قبيله على حساب دوك التمارين اللي دايرين ديال الصفحه 136، غنشوف الا كانت شي حاجه ونديروا شي واحد ولا جوج حتى هو لايف.